سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، أود أن نشكر السيدة النائبة على السؤال ديالها، ولكن لابد نتفاهموا على واحد الحاجة. ما يمكنش نتسناو حتى يجي عن طريق السؤال شفوي، مازال سؤال الكتابي المسطرة ديالو سهلة، سؤال شفوي نتكلموا على اختلالات في الأسواق. المهمة ديال الوزارة ديالنا هي متابعة الأسواق، كل 15 يوم كتجتمع اللجنة اللي كتبع على أسواق مناطق جبلية ومناطق حضرية، مناطق ضعيفة أو مناطق لا بأس بها. ولكن باش يمكن لنا نواجهوا هذا الشيء لابد تنبهونا في وقتين. أما إلى فات الفوت، راه فات الفوت، وقع المضاربة، احنا عشنا في الفيضانات كل نهار وواجهنا الصعوبات اللي كانت بعد الدواوير، ودرنا ابحاث كيفاش البوتاغاز وصلت لواحد الدوار اللي وقعت فيه الفيضانات وحنا عاد غاديين بالماده. هذه راه تجاره والناس كتعرف تحايل على هذا الشيء. ولكن المناطق الجبليه عندنا واحد الهم في الحكومه، كيف كان عندنا ملي في التعليم، انه لابد نواجهه كل الضرر اللي ممكن يلحقها في هذه الفتره بالخصوص ديال المناخ الصعب. ولكن خصكم تنبهونا فوقته وتنبهوا المصالح الاقتصاديه ديال العمالات. هذا الدور ديال الانسان، يكتب واحد الرساله ويقول راه بان لي واحد النظر. اما نجي حتى للسؤال الشفوي ونقد نجاوبك على المناطق الجبليه كلها، اولا المناطق الجبليه راه كتختلف في المغرب. انا توضع لي، اسمحوا لي ما درتش الصواب لانه ما بقاش الوقت، انا توضع لي واحد السؤال واضح، هي المواد الغذائيه كيفاش توصل للمناطق الجبليه والمضاربات اللي حاصله فيها. دابا اللي سمعت انا هذه سياسه ديال الحكومه في المناطق الجبليه اللي راه خصها توضع ويمشي فيها واحد المخطط لمده اكثر من 30 سنه. هي ماشي في عام ولا في 4 شهور ولا في شهر غيتصايب هذا الشيء. كاين واحد المخطط ديال المناطق الجبليه في العالم، وعندنا حنا مخطط في المناطق الجبليه ديالنا من الحوايج اللي كيخدم عليها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، راه داخله في هذا المخطط. وكذلك في التشجير راه داخله في هذا المخطط، فك العزله راه داخله في هذا المخطط. اللي يمكن لي ناكد لكم ونطلب من السيدات والساده النواب انه احنا مستعدين لمواجهه كل المضاربات، وراقمناها بواجبنا في الفيضانات ومع السيد وزير الداخليه ومع السيد وزير التجهيز والسيد وزير التجاره والصناعه. هذيك الفكره ديال الخط الاخضر، احنا الان عند وزير التجاره الداخليه عنده بعد الانترنت كيمكن يشكيو فيه الناس، ولكن راه حنا بصدد التفكير نوضعوا على التجربه اللي درنا في وزاره التربيه الوطنيه، نديروا تليفون اخضر باش الناس في المواجهه ديال المضاربات. ولكن راه وصل الوقت اللي ماشي غير نتكلموا مع الحكومه، انواجهوا المضاربين، لانه كاينين الناس اللي كيستغلوا الظروف المناخية والقساوة، وشفناها في الفيضانات الناس ما عرفناهمش منين دازوا لذاك الدواور. وثانيين هذيك الهليكوبتر راه ما رجعت السبة، هذيك صبة راه واحد الحاجة عظيمة، راه ميريكان لاحوا في لويزيانا بالهليكوبتر الماكلة، اللهم تعطيه الماكلة بالهليكوبتر ولا تسنى حتى تجرى ليه بالكروسة. هذا واحد الحاجة وقعت في المغرب عظيمة هذه المرة، وقع واحد التداخل بين الجيش والدرك والمواطنين. وهذه هنا كنبغي نحيي واحد العدد ديال المواطنين اللي قاموا باشياء عظيمه في الموضوع ديال الفيضانات، وكذلك جمعيات من مدن مغربيه اللي هزوا كل واحد على جهده وداو عاونوا ذاك الناس. ولذلك ما نبخسوش عملنا، ولكن السياسة الجبلية، السياسة الاقتصادية والاجتماعية الجبلية.